بيبدأ المسلسل مع بطلتنا بنعرف انها بتقدر تشوف الاشباح، ورثت القدرة دي من والدتها اللي ماتت، وبتكون فاتحة مكتب لطرد الارواح على قدها يعني. بنشوفها وهي داخلة مستشفى وبتحس بالبرد، وده معناه ان في شبح في المكان، وفعلا بيبدأ يظهر قدامها بيكون الشبح لمريض مات في المستشفى، روحه لسه موجودة وبيحاول ان هو يخوفها لكنها ما بتخافش منهم، وبتبدأ هي اللي تجري وراه وبيطلع يجري وهي بتجري وراه، وبتفضل بطلتنا اللي اسمها اونجين انها تطرده وبتضرب عليه كده بالاسلحة اللي معاها، وفعلا بتنجح انها تحاصره هي والمساعد بتاعها، وبتعمل حاجز كده علشان ما يعرفش يهرب. بتدي اشاره للمساعد بتاعها بيقلع الكولادة اللي هو لابسها كده، فجاه الشبح بيتسحب ناحيه جسمه والشبح بيقدر ان هو يستحوذ عليه وبيهجم عليها كده، ولكن لو انت فاكر ان هو هيموتها يبقى انت غلطان. بتبدا انها تقتله بكل شراسه، ما بيقدرش يعمل معاه اي حاجه، بتكسر عظم وشه وفي الاخر بتمسكه توقعه على الارض، بتمسك دبوس الشعر بتاعها وبتضربه بيه، وبتبدا الروح انها تتلاشى وبتختفي، وبعدها بينتقل للعالم الثاني. بيفوق المساعد بتاعها طبعا وبيقول لها ايه طمنيني موتناه؟ بتقول له اه يا حبيبي المهمه خلصت يلا يا بابا. بيقول لها طب الحمد لله يلا بينا. بعدها بقى بيظهر بطلنا اللي اسمه هوانج، بيكون شخص انما ايه احلى نص في الدنيا، بيروح على شويه ناس غلبه كده ينصب عليهم يعني، وبيكون ماسك كاميرا كده وبيصور بيت وبيشوفه صاحب البيت، بيساله بيعمل ايه، ولما بياخد منه الكاميرا كده بيلاقي شبح في الصوره وبيبدا ان هو يخاف، وطبعا البطل بتاعنا بيستغل خوفه ده بيقنعه ان في شبح ساكن بيته وبياخده كده وبيدخلوه جوه، بيعرفوا ان انا خبير في علوم وراء الطبيعه. معايا سلطه؟ بس لا تقلق لا تقلق طالما انا معاك يبقى ان شاء الله كله بخير. بيوري له كده شويه ادوات يعني، بيضحك عليه بيهم يعني، بيقول له ان الشبح ناوي على شر وممكن ياذيك، بس الادوات اللي انت شايفها دي بقى هي اللي هتحميك، وده الكارت بتاعه اهوت لو مش مصدق. في اقل من ثانيه بيدخله جيبه تاني علشان ما يلحقش يقراه، وبيقول ان هو مستعد يطرد الروح ده من غير اي مقابل، وده علشان انا طيب بس مش علشان اي حاجه. صاحب البيت ما بيصدق وبيفرح وبيقول له خلاص يا باشا بدل ما بلاش بلا كده كده انا مش هخسر حاجه يعني انا موافق طبعا. في الوقت ده بتكون البطله بتاعتنا في بيتها بتتفرج على التلفزيون، فجاه الكهرباء بتقطع كده وبتحس بالبرد، وده معناه ان في شبح في المكان، بس بتفضل محافظه على هدوءها، وفجاه كده بيظهر قدامها شبح لست، وبيتضح ان هو شبح والدتها وبتكون ساكنه معاها في البيت، وبتتعصب البطله كده علشان والدتها قطعت الكهرباء علشان تخليها تنام. يا امي انا لما عاوز انام يعني ما تقطعيش الكهرباء، هنام عادي لوحدي مش شرط تقطعي الكهرباء يعني، مالها الكهرباء؟ انت مش عايشه في مصر ولا ايه؟ ده بتقطع عندنا بالساعتين وما بنقولش لا الحمد لله يعني، راضيين راضيين تخفيف احمال. معلش يا جماعه انا طولت في حته الكهرباء اصلي جت على الجرح. وتاني يوم يعني بتروح لها السكرتيره بتاعتها كده وبتقولها ان في ناس مقدمه لوظيفه وبتطلب منها انها تيجي معاها يعني علشان تختار واحد منهم، وبتشرح لهم بقى السكرتيره طبيعه شغلهم وان هم هيبقوا وسطاء روحانيين يعني، وان البطله هتستخدم اجسامهم علشان تطرد الارواح، وبتبدا انها تعمل لهم اختبارات، واصحابنا بسم الله ما شاء الله عليهم من اول درجه بيقعوا، بينجح فيهم اتنين بس ان هم يوصلوا لاخر اختبار، وبتقول لهم اللي هيقدر يطلع السلم ده هينجح وياخد مكافاه، وبتكون شبح والدتها كده واقفه في اخر السلم وبيحاول الاتنين دول يطلعوا لكن بيغمى عليهم وبيفشلوا في الاختبار. بتحس البطله كده والمديره بالاحباط خالص. بعدها وانج بيروح لبيت الراجل اللي هينصب عليه، بيركب له جهاز وبيقول له ان ده بيطلع موجات هو اللي بيطرد الاشباح من البيت، وبيترجى الراجل كده ان هو يسيب الجهاز في البيت، وده علشان يضمن يعني ان الاشباح مش هترجع تاني. بيوافق وانج بس بشرط هياخد مبلغ كبير. الراجل بيوافق طبعا وبيركب عربيته كده وبيحتفل مع صاحبه بقى بنجاح النصبايه، بس هو في الطريق يعني بيشوفه بلطجي نصب عليه قبل كده وبيبدا ان هو يطرده بعربيته، لكن وانج بينجح ان هو يهرب منه. بعدها بنشوف البطله وهي حزينه وبتعتذر لشبح والدتها وانها مش قادره انها تطرد روحها، وده لان مفيش جسم قادر يستقبلها، وبتوعدها انها هتلاقي وسيط روحاني قوي يقدر يساعدها. تاني يوم بيبدا هوانج كده وصاحبه يخططوا لعمليه نصب جديده، وبيكون هدفهم بيطلع عنه اشاعات بيقولوا ان في روح كده بتاذي اي حد بيحاول ياجره وبيخليه يموت او يتجنن، وبيتفق هوانج مع مرات صاحب البيت يعني ان هو يركب لها جهاز بيطرد الارواح علشان ينصب عليها تاني، ولكن جوزها بيكون رافض، فهنا بيقرروا ان هم لازم يخوفوه، بيبدا ان هم يقطعوا عنه الكهرباء كده وهو في الحمام علشان يصدق ان في ارواح شريره، لكن صاحب البيت لما بيخرج بيشوف شبح حقيقي كان هيخليه ينط من على السطح لولا ان مراته لحقته. تاني يوم بيروح صاحب البيت كده لمكتب البطله بيحكي لها اللي حصل معاها، وبتقرر تروح للبيت علشان تتاكد بنفسها. في نفس الوقت بيكون البطل كده هناك علشان يشيل الاجهزه اللي كان مركبها، ولما بتوصل البطله بيستخبى منها علشان ما تشوفهوش. بتحس البطله بالبرد وده معناه فعلا ان في شبح حقيقي، وتعرف ان في شبح هيشال واحد الدنيا. بتبدا انها تتكلم معاه بتقول له تعالى كده بشويش علشان تموت بالراحه. البطل بيسمعها وبيقول عليها مجنونه عماله بتكلم نفسها انت مش شايف ولا يا صاحبي. ولما بتخرج كده بيروح يقابل هو مرات صاحب البيت بيعرض عليها بقى جهاز بيطرد الارواح، لكنه بيعرف ان جوزها اتفق مع البطله تطرد الروح، فبيتعصب بقى علشان خطته باظت. وتاني يوم بيقرر هوانج يروح لمكتبها علشان يعرف اذا كانت نصابه زيه ولا لا، لكنه بيشوف البلطجي اللي نصب عليه لسه ومعاه رجالته بقى وبيخاف وبيستخبى منهم، وبيكون البلطجي عايز يشتري منها البيت بس هي بترفض. بتعرفوا ان روح والدتها لسه عايشه فيه
لكنه مش بيصدقها، بيتريق عليها كده وبيأمر الرجاله ان هم يخرجوها بالقوه. بيشوف البطل اللي بيحصل، بيطلب من صاحبه كده يشغل صوت الشرطه علشان يخافوا، لكن فجاه روح والدته اصلا بتظهر لهم وبتبدا انها ترعبهم ومش عايزين اي توصيه. وصحابنا بتوع العصابه الجامدين والله حتى لو كانوا خلعين هيطلعوا يجروا وهم عريانين. صاحبنا البطل بقى بيخرج كده وهو فرحان، بيقول لها اي خدمه اي خدمه، وبيحاول ينصب عليها كده وبيقول لها ان انا خبير في الظواهر الخارقه، بحس بوجود الروح الشريره في البيت اللي هو عايز ان انا اطردها لك عادي. وطبعا بطلتنا عارفه ان هو نصاب اصلا وبتكون عايزه تتخانق معاه، بترفلها البطل كده ان هو فعلا نصاب وبيتهم ان هي كمان نصابه زيه. بص يا ست الناس، انت لازم تنسحبي من عمليه البيت اللي انت زرتيه، لان انا الاول اللي كنت هناك وشفت الشبح، وانت عارفه يعني دي مش اخلاق نصابين. لكن صاحبتنا بتحذره، بتقول له انا مش مسؤوله، لو انت رحت هناك انت اللي هتتاذى. بتسيبه كده وبتمشي، لكن صاحبنا ما بيقتنعش طبعا بكلامها، بيفتكرها بتضحك عليه وبيكرر يراقبها علشان يثبت اذا كانت نصابه هي كمان ولا لا. بيحط كاميرات مراقبه في البيت، وبالليل بقى بتستعد البطله كده والمساعد بتاعها، بيجهزوا الادوات بتاعتهم وبيروحوا للبيت اللي هيطردوا منه الروح. بيبداوا ان هم يعملوا استغفر الله شويه طقوس كده غريبه، وبيكون هوانج هناك، لكن فجاه بيحس بالبرد وبتقطع الكهرباء. بتحس البطله برده بوجود الروح الشريره، وفعلا بيظهر قدامهم الشبح، لكنها بتتفاجئ ان في شبح تاني اقوى منه وهو اللي بيستحوذ عليه، وبتحاصره كده البطله وبتدي كمان الاشاره للمساعد بتاعها وبيقلع القلاده، بتسحب الشبح لجسمه. وهنا بقى بتبدا المعركه، بتبدا البطله كده تتخانق معاه، الاثنين بيكونوا اقوياء والشبح ده بيكون عنيف شويه. البطل بتاعنا بيستغل الفرصه وبيفتح الباب، وبيستغل الشبح الفرصه برده وبيخرج منه وبيكون عايز يرمي نفسه. بتكون البطله كده وراه، بتلحقه في اخر لحظه قبل ما ينط، وبيساعدها كده البطل وبيمسك ايد المساعد بتاعها، كل ده من غير ما يعرف ان في شبح مستحوذ عليه. وبتستخدم البطله كده دبوس الشعر بتاعها وبتطرد بيه الشبح، وده بيكون الشبح الضعيف، لكنها بتقدر انها تشوف ذكرياته، بتعرف اللي حصل له، وبيتضح بقى ان هم كانوا اتنين اصحاب مأجرين البيت سوا، لكنهم خسروا فلوسهم وبدأ ان هم يتخانقوا مع بعض، وكل واحد فيهم بيلوم التاني. واحد فيهم ضرب صاحبه كده على راسه وافتكره مات، وقرر يرميه من فوق علشان يبان ان هو رمى نفسه، بس الصدمه ان صاحبه بيكون لسه عايش، بيمسك ايده وبيوقعه معاه وبيموتوا هما الاتنين. بتبدأ البطله بقى انها تستعد علشان تطرد روح الشبح التاني، لكنها بتتفاجئ ان المساعد بتاعها فاق ورجع لطبيعته. بتعرف هنا بقى ان الشبح استحوذ على جسم البطل، وبتتفاجئ لان الاشباح مش بتستحوذ على اي جسم وخلاص، فده معناه ان البطل بتاعنا وسيط روحاني، وبتجري عليه وبتضربه بدبوس الشعر وبتطرد الشبح. ولما البطل بيفوق بيكون مستغرب من اللي شافه، بتنصدم البطل لان دايما المساعد بتاعها بيفوق ناسي كل حاجه، بتاخده للمستشفى علشان تطمن عليه، وهناك بتساله اذا كان شاف حاجه غريبه او اي حاجه، وبيكون شاف ذكريات الشبح قبل ما يموت، لكنه مش برضى يقول لها حاجه وبيسيبها وبيمشي. بيركب العربيه مع صاحبه، لكنه بيكتشف ان القلاده بتاعته يعني اختفت، وبيعرف انها وقعت منه لما كان فوق السطح. بيروح كده علشان يدور عليها وبينجح فعلا يلاقيها، لكنه بيتعصب لما بيلاقيها مكسوره لانها كانت هديه من عمه. وبعدها البطله بتاعتنا بتكون في المكتب وبتفكر في البطل، بتحس ان هو صوت روحاني قوي هو اللي هيقدر يساعدها في طرد روح والدتها من البيت، وبتفضل تدور عليه علشان تطلب منه يساعدها، لكنها ما بتقدرش انها توصل له لانه نصاب وبيغير عنوانه كل شويه. وبيخطر على بالها فكره كده وبتمشي من المكتب. في الوقت ده البطل بيكون قاعد مع صاحبه كده، وفجاه بيفتكر ذكريات الشبح اللي استحوذ على جسمه، وبيشوفه وهو بيزور بيت والده. بينام البطل بتاعنا وبيصحى وبيلاقي نفسه كده قدام البيت، بيستغرب هو ازاي جه المكان ده، وبيشوف ابو الشبح وهو متضايق لانه كان فاكر ان ابنه موت نفسه. وكل لما البطل بتاعنا يمشي من المكان بيلاقي نفسه بيرجع تاني وهو مش فاهم السبب. بيشوف البطله بتاعتنا وهي بتقابل ابو الشبح، بتساله عليه كده، وبيفتكر الاب بقى ان ابنه كان سالف منها فلوس، وبيقول لها ان هو مش هيعرف يسددها. لكن هنا البطله بتعرفه انها جايه علشان تقول له ان ابنه ما موتش نفسه، بتدي له علبه ابنه كده كان جايبها له. لما الاب بيفتحها بيلاقي نظاره، بيفتكر كلام ابنه ليه لما كان بيقول ان هو هيشتغل اكتر من شغلانه علشان يكسب فلوس كتيره ويعوضه، كان وعده ان هو اول حاجه هيعملها بفلوسه وهيشتري له نظاره جديده. الاب بينهار من العياط لانه ظلم ابنه، وافتكر ان هو موت نفسه علشان يهرب من المسؤوليه. البطل بيشوف كل اللي حصل، بتاثر، وفجاه كده بتيجي البطله من وراه بتقول انها كانت متاكده انها هتلاقيه هنا، بيخاف منها كده وبيركب عربيته، بيبدا يمشي لكنها بتفضل تطارده، بتقول له اقف بس اقول لك حاجه والله العظيم ما اذيه. بتقف قدام العربيه فعلا، وبتفاجئ انها بتطلع له من كل مكان كانها في كابوس، وبيسوق باقصى سرعه كده وبيهرب. بعدها البطله بترجع للبيت وبتفضل تلعب رياضه كده وهي متعصبه علشان ما عرفتش تمسكه. بتهديها السكرتيره وبتقول لها انها اكيد هتقابله تاني. وتاني يوم بقى بيرجع البطل وصاحبه لعمليات النصب مره تانيه، وبيكون هدفهم المره دي ست غنيه، جوزها لسه ميت، وقررت تعمل بيتها كده معرض لوحات. وبيتنكر البطل بتاعنا في هدوم عامل، بيروح المتحف وبيركب اجهزه علشان يستخدمها في عمليه النصب. بالليل بتدخل صاحبه المعرض المكان وبتشوف انعكاس الجهاز وبتفتكره شبح وبتخاف، بتهرب وبتروح تقول لشريكها. ولما بيدخل يتاكد بيشوف وش خارج من لوحه كده، لكن المره دي بيكون شبح حقيقي، وبيعرف ان المكان مسكون وبيهرب. وتاني يوم بيروح البطل بتاعنا لصاحبه المعرض علشان يحاول ينصب عليها، بيقول ان هو يقدر يطرد الروح الشريره، لكن بعدها بتوصل البطله، بتعصب بقى علشان بتبوظ له الخطه بتاعته، لكن فجاه
بتحس البطلة بالبرد وبتعرف ان الشبح قريب، بتشوفه هو بيتحرك ما بين اللوحات، ولما بتحاول انها تقرب منه كده كان هيقع عليها لوحة كبيرة، وبيجري هوانج كده وبينقذها في اخر لحظة. بتتعصب البطلة علشان الشبح هرب، لكنها لما بتمسك ايد هوانج بتتفاجئ انها ما بقتش حاسة بالبرد، وده معناه ان هو وسيط روحاني قوي. بتدخل عليهم صاحبة المعرض كده وبيحاول البطل ان هو ينصب عليها، بيديلها الكارت بتاعه، لكن البطلة بتاخد منه الكارت وبتتصل بالرقم علشان تثبت لهم ان هو انسان نصاب، وبيمثل البطل كده ان موبايله اصلا بيرن، لكنهم بيعرفوا ان هو نصاب فعلا والكارت مزور وبيطردوه بره. بتقعد صاحبة المعرض مع البطلة بتحكي لها ان جوزها مات وطلع اشاعة ان روحه في المكان، وبتطلب منها انها تحقق في الموضوع. بتخرج البطلة من عندها وبيكون البطل مستنها بره، بيفكر ازاي يقول لها بقى تسمح له يساعدها في القضية ديت علشان محتاج فلوس، لكنها اول لما بتشوفه هي اللي بتعرض عليه يشتغل معاها وبيفرح طبعا، بيقول لها اديني فرصة بس افكر، معلش انا انسان متكبر، ولا اقولك خلاص خلاص انا موافق ما عنديش اي مشاكل، وبتكون عايزة تاخده البيت كده علشان تختبر قوته الروحانية، لكن هو بيفهمها في حتة تانية خالص. بيقول اول ما مسكت ايدي خلاص طمعانة فيا، اكيد دلوقتي بتموت في دباديبي. بيوصلوا هناك كده وبتقوله ما تطلع السلم كده، بتوتر وبيقول لها يا ست انتي لئيمة وانا جاي اشتغل وبس، انا ماليش في الكلام ده، اطلع يا غالي المكتبي في الدور التاني. بيضطر فعلا ان هو يطلع وبيقدر ان هو يوصل لاخر السلم، وبتتفاجئ كده البطلة ان هو قدر ينجح في الاختبار، واخيرا لقت الوسيط الروحاني القوي اللي بتدور عليه، وبيشوف صورة كده والدتها، وفي نفس الوقت بيظهر شبحها بتقول ان والدتها ماتت من 20 سنة، كل ده كان قدام عينيا من وقتها وروحها ساكنة البيت. لكن البطل طبعا مش بيصدقها، بيفتكرها مجنونة، وبتقول له انها عايزة يساعدها يعني في طرد روحها وتدي له 20,000 دولار. بيقول لها والله حتى لو بصي ما كنتش مجنونة، انا من رجلك دي رجلك دي يا غالية، بس انا عندي سؤال، هو اشمعنى انا يعني، وليه ما عملتيش كده مع المساعد بتاعك؟ بتقول له علشان روح والدتي قوية ومش اي حد يقدر يستحملها، لكنه شخص مميز، لكنه ما بيكونش مقتنع برضه بكلامها، بس الفلوس بتغير النفوس وبيسمع كلام عادي. بتبدأ بطلتنا تعمل الطقوس وبتطلب منه كده يطلع بره الدايرة، ولما بيعمل كده بتظهر روح والدتها بتستحوذ على جسمه، لكنه بيحس بألم في قلبه، بيقع على الأرض وبيغمى عليه، بيحلم بكابوس وبيشوف عمه وهو بيتخنق كده على ايد شبح، وبيصحى من النوم مفزوع، وبتديله البطل كده قلادة، بتقوله طول ما هو لابسها مفيش روح هتقدر تستحوذ عليك، وبيكون البطل كده مستغرب من الحلم اللي شافه، بيرد عليها يبقى المساعد بتاعها ويشتغل معاها طالما هي شايفة ان هو وسيط روحاني مميز، بس طبعا عارفة ان هو نصاب ومش واثقة فيه اصلا بربع جنيه، لانه دايما بينصب على الناس. وبتدخل السكرتيرة عليها كده وبتتفاجئ ان هو قدر يطلع السلم، ولما البطل بيمشي بتقعد البطلة كده مع السكرتيرة وبتحاول انها تقنعها ان هو هيفيدهم في شغلهم لانه اقوى وسيط روحاني قبلوه. بعدها البطل بتاعنا بيرجع لصاحبه كده وبيحكي له بقى ان هو ناوي يشتغل معاها، وبيكون صاحبه متضايق لانهم كده هيبطلوا عمليات النصب، لكن البطل بتاعنا بيوري له القلادة، بيقول له البطلة اديتها لي، وبتكون شبه قلادة عمي بالظبط اللي كان مدهاني من زمان، وبيقول له ان هو شافه في الحلم ولازم يفهم علاقتهم ببعض. تاني يوم بيروح لمكتب البطلة علشان يمضي العقد وينتقل للبيت الجديد علشان يبقى قريب من المكتب، وبالليل بيروح معاه اول مهمة. بتحس البطلة كده بالبرد وبتعرف ان الشبح قريب، فجأة بيظهر قدامها شبح وبتبدأ انها تطرده. بيستغرب البطل كده لانه مش شايف حاجة، الشبح عمال يهرب منها كده بس هي بتقدر انها تشوف وشه، وبيروح البطل وراها برده وبتمسك ايده علشان تحس بالدفى، بيستغرب من تصرفها بس في نفس الوقت بيحس ان هو بدأ يعجب بيها، لكنها بتقول له اوعى تفتكر ان انا معجبة بيك، انت بالنسبة لي بطانية اتدفى بيها بس، وبتفهمه انها لما بتشوف شبح بتحس بالبرد. بيقول لها ازاي يا جدع، ما انا برده لما بشوفك بحس كده بالدفى علشان قلبي بيحبك ولا ايه؟ بعدها البطل بيروح بيقابل صاحبه بيحكي له على اللي حصل، وبيقول له ان هو ناوي يدخل بيتها يعني علشان يفتش فيه ويتاكد اذا كانت نصابه، انا لسه برده مش مطمن لها. تاني يوم لما بتخرج بيفضل صاحبه يراقبها كده ويستغل البطل الفرصه، بيدخل البيت وبيلاقي الاسلحه اللي بتستخدمها علشان تقبض على الارواح. في نفس الوقت البطله بتستعد علشان ترجع البيت، وبيحاول صاحبه كده يتصل بيه لكنه ما بيردش، وبيكون بيصور كل حاجه في البيت. فجاه كده بتظهر روح والدتها والموبايل بيقفل. في الوقت ده بترجع البطله البيت وبتسمع صوت في الدور التاني، لما بتطلع بتلاقي المكان كله متبهدل، وبتفضل تكلم شبح والدتها كده، وبيكون البطل مستخبي وفاكرها بتكلمه، بتقرب منه كده وخلاص هتمسكه، لكن صاحبه كده بيدخل البيت وبينادي عليها، وبيستغل البطل الفرصه وبينط من الشباك. بالليل بقى بيتجمع الفريق وبتطلب البطله كده من صاحب البطل يعني يبحث عن الشبح اللي هي شافته. تاني يوم بيروح الاثنين لمعرض اللوحات، وهناك بتعرف البطله ان الرسام ده نصاب وسرق لوحات من واحد تاني، علشان كده الشبح الواحد التاني ده بيطارده، وبتتخانق معاه كده علشان يعترف بكل حاجه، وبينبهر البطل كده بقوتها. بالليل بيكون الرسام في الجراج فعلا، وفجاه بيظهر الشبح قدامه وبيشوف كفوف من الدم بتترسم على ازازه. تاني يوم بقى بيتفق البطل كده مع صاحبه ان هم ينصبوا على الرسام من غير ما البطله ما تعرف، وبيروحوا له البيت كده وبيقولوا له ان هم يتخلصوا من الشبح، بياخدوا منه فلوس كده، لكن فجاه بيظهر الشبح في البيت، وبيكتشف البطل ان هو نسى القلاده بتاعته، وده للاسف بيخلي الشبح يستحوذ على جسمه، وبيبدا يتكلم بصوت غريب كده، بيتهم الرسام ان هو سرق لوحاته، وبتفاجئ صاحبه كده من اللي حصل. في نفس الوقت بتوصل البطل للمكان، وبتلاقي البطل بيخنق الرسام كده، وبتعرف ان الشبح مسيطر عليه، بتحاول انها تبعد عن الرسام وبتنجح انها تخرج الشبح منه، لكنه بيهرب من المكان وبيفوق البطل كده ومش فاكر اي حاجه، وللاسف بيتقبض على البطل
البطل لانه كانوا فاكرينه بيحاول يعتدي على الرسام وما بترضاش البطل تخرجه علشان تعاقبه لانه كان حاول ينصب عليه. صاحبه برضه بيحكي له انه شكله كان غريب وحاول يقتل الرسام ويفتكر البطل كده فلاش باك وهو صغير وكان بيحصل له حاجات غريبه وفي مره ضرب حد ومش في وعيه. هنا بقى بيعرف ان كلام البطل حقيقي وان هو مولود كوسيط روحاني والاشباح بتقدر تستحوذ عليه، علشان كده عمه اداله القلاده ديت وقال له هي اللي هتحميه. بعدها بقى البطله بتضطر انها تطلعه لانها للاسف يعني محتاجاه علشان تقبض على الشبح، وبتاخده كده وبتروح للمعرض. بتبدا انها تجمع لوحات قديمه علشان تجذب الشبح وفعلا بيظهر وبتحاصره كده البطله وبتطلب من البطل يعني يقلع القلاده، لكنه بيخاف بيقول لها لا انا اخر مره قلعتها انت ما تعرفيش ايه حصل لي. يا عم انت هتصاحبني، بتشدها منه وبتخلعه له غصب عنه قبل ما الشبح يهرب. ولما بيستحوذ الشبح عليه كده بتمسكه بتضربه بدبوس الشعر وبتضرب الروح منه، وبيبدا البطل كده يشوف ذكريات الشبح قبل ما يموت. بيعرف ان والدته كانت مريضه وكان عايز يبيع لوحات علشان يعالجها، بس في الوقت ده الرسام النصاب ضحك عليه وبيفوق البطل بتاعنا وهو متفاجئ من اللي حصل. بتوصله البطله كده للبيت علشان يستريح، لكنها فجاه بتقرب منه بتوتر كده وبيفتكرها هتحضنه ولا ايه خلاص، بس طلعت بتلبسه القلاده مش اكتر. اوعى تفكر حاجه عزيز المشاهد. وبتدخل البيت وبيكون شبح والدتها معاها اصلا في الاوضه، وفجاه بتتكعبل كده وكانت هتوعى، بتلمس شبح والدتها وبتفتكر فلاش باك ليها وهي صغيره. كانت والدتها برده بتطرد شبح وقتها، طلبت من بنتها انها ما تطلعش من الاوضه لكنها ما سمعتش كلامها وطلعت، وبسببها والدتها ماتت. ومن ساعتها وهي حاسه بالذنب ولا قدرت تسامح نفسها وبتفضل تعيط طول الليل. التاني يوم بيروح لها البطل كده وبيقول لها ان هو مش قادر يعيش حياته ديت بسبب ذكريات الشبح، انا دايما حاسس بالحزن بسببه وبيطلب منها انها تشوف له حل. بتقول له البطله ان الاعراض ديت مدتها اسبوع وهتختفي، لكنه للاسف ما بيقدرش يستحمل. بيروح يزور والده الرسام في المستشفى وهناك بتشوفه مرات الرسام وبتستغرب لانها اول مره تشوفه، وبتدي له ورقه كده يديها لصاحبه المعرض وبتكون محتاجه عمليه وعايزه فلوس من لوحات جوزها. تاني يوم بيصحى صاحب البطل كده وبيشوفه وايديه لونها احمر، بيفتكره دم وبيخاف. ولما بيشوف البطل كده بيعرف ان هو الوان وبيكتشف ان هو يقدر يستغل موهبه الشبح، وان هو فضل يرسم لوحات طول الليل وبيفرح لانه كده يقدر يبيع اللوحات ديت ويكسب فلوس من وراها. بعدها صاحبه المعرض بتعرف الناس الحقيقه وان اللوحات اللي في المعرض ديت بتاعت الرسام اللي مات، وانا بقول من موقعي هذا كل ارباح اللوحات ديت هتروح لمراته، وتقبض الشرطه على النصاب، وبيتضح ان هو اللي قتل الرسام وخد لوحاته. في الوقت ده بقى بيكون البطل بتاعنا بيقابل راجل اعمال علشان يبيع له اللوح، وده مقابل مبلغ كبير يعني، لكنه بيرجع في كلامه في اخر لحظه وبيتضح ان اللوح اللي الشبح رسمها ده كان عايز يديها هديه لمراته علشان يديها امل انها تعيش، وبيقرر البطل يحقق امنيته الاخيره، بيبعتها لها المستشفى. بعدها بيرجع البيت بيحاول يرسم لوحه تانية كده لكنه بيفشل. بيتصل بالبطله كده وبيعرف منها ان الاسبوع خلص، وبيكون زعلان لانه كان نفسه يستفيد من موهبه الشبح، بس يلا مالكش نصيب. بتعجب البطله كده باللي عمله من وراها، قلناها راح لمرات الرسام وادالها اللوح وبتعزمه كده هو وصاحبه على الغداء. وهنا برده بتقول له بص يا ابن الناس، العقد بتاعنا ده احنا عايزين نقطعه علشان انت انسان نصاب وشكل مش هيجي من وراك مصلحه. بيقولها لا بالله عليك، بالله عليك لا، اخر مره والله ما اعمل كده تاني. بترجاها انها تسيبه تشتغل معاه، وصاحبتنا علشان تبت قلبها بتضطر توافق لحد لما المساعد بتاعها يعني ما يخرج من المستشفى. وتاني يوم بيروح عميل لمكتبها بيقول لها ان في روح في شقته وبيطلب منها انها تساعده، وبتقرر البطله تروح تتاكد بنفسها. بتاخد معاها البطل وهناك بتشوف ست عايشه كان ده بيتها، بتحس بالبرد وبتتاكد ان هو شبح فعلا ومش عايزه تسيب البيت، وبتقرر تحقق علشان يعرفوا ماتت ازاي. بعدها بيروح البلطجي المطعم علشان يجبر صاحب المكان يعني انها تبيعه، وبيكون هوانج وصاحبه هناك وبيتخانقوا معاهم كده علشان يرجعوا الفلوس اللي خدوها منهم. بتوصل البطله بتاعتنا وبيخاف البلطجي ورجالته منها على طول، لكن بعدها بيوصل راجل اعمال كده شرير مترشح للانتخابات والبلطجي شغال لحسابه. وتعالى بقى اصدمك عزيز المشاهد، في ثانيه بيكون جنبه شخص. بتنصدم البطله كده اول لما بتشوفه، لان الشخص اللي كان موجود يوم موت والدتها بتحس بالبرد وبتعرف ان هو شبح. ايوه كده عزيز المشاهد، اديني في الاحداث النار، خلينا نخش في الدمار، بس ما تنساش الاشتراك يا جميل. الراجل الاعمال بيهددها كده انها بتقف قدام مشاريعه وان هو هيشتري كل المباني في المنطقه وبيسيبها وبيمشي. البطل بيلاحظ ان ايدها متلجه، بيمسكها علشان يدفيها لكنها بتشدها منه وبتسيبه وبتمشي عايزه تحس بكل الالم اللي جواها. نرجع تاني لصاحب البطل، بيكون قدر ان هو يجمع معلومات عن الروح اللي في الشقه، وبيقول لهم انها كانت عايشه فيها مع بنتها الحامل وجوزها، لكن اتنصب عليهم وانطردوا من الشقه وماتت بسبب حزنها، علشان كده روحها لسه موجوده ومش عايزه انها تسيب المكان. فبالليل بتقرر البطل يعني انها تروح وتدرك الروح الشريره، ولما بتوصل الشقه بتكون شبح الست بتنظف البيت لانها مقتنعه انها لسه بيتها. بطلتنا بتكون زعلانه عليها، ورغم كده بتبدا انها تولع الشمع كده وبتعمل الطقوس بتاعتها، بس بتتعمد انها تدخل البيت بالحذاء بتاعها، وبتتعصب الشبح كده علشان وسخوا المكان وبتظهر قدامهم وبتحاول انها تهاجمهم. فهنا البطل بيقلع القلاده والشبح بتستحوذ على جسمه، بتفضل تصرخ كده وبتقول لهم يطلعوا من بيتها، لكن البطل بتستخدم دبوس الشعر بتاعها وتطرد روحها. وبيبدا بقى البطل بتاعنا برده يشوف كل ذكرياتها، بيعرف انها كانت فقيره وعايزه تشتري شقه لبنتها لانها حامل، وكانت بتطلع سلالم كتير، وعلشان هي غلبانه بتروح لمكتب عقارات رخيص كده وبتدفع كل الفلوس اللي معاها. وبعدها بينتقلوا للشقه الجديده، لكن بيتضح ان هو
اتنصب عليهم، بتردهم من البيت. وبتسمع هنا بقى جوز بنتها وهو عمال يكلمها، بيقول لها ان هو مش عايزها تقعد معاهم. بتزعل الست العجوزة على نفسها وبتتحسر انها عملت كده علشانهم، وفي الاخر اتخلوا عنها وماتت من الحزن. بيفوق البطل وبيكون متعصب، عايز ينتقم من اللي نصبوا عليها. وبالليل بيحلم كده باليوم اللي طردوها فيه من الشقه، وبيصحى مفزوع. بيطلب من صاحبه كده يساعده يوصلوا للشخص اللي نصب عليها ويقدروا ان هم يحددوا مكانه. وفعلا بيتنكر البطل بتاعنا في هدوم عامل توصيل، بيروح له لكنه بيتفاجئ بالبلطجي اللي نصب عليه هناك. البلطجي بيقول له انا حاسس ان انا شفت الوش ده قبل كده. بيروح يشوف وشه كده وبيعرف ان هو، بيبداوا يتخانقوا معاه وبيحاول البطل كده يهرب منه لكنه بيتقبض عليه. في نفس الوقت بتكون البطله بتاعتنا بتقابل اخت النصاب وبتعرض عليها يعني انها تشتري الشقه منها وبتاخدها لاخوها علشان يكتبوا العقد. ولما بتوصل لهناك بيشوفها البطل كده وبيفرح، بينادي عليها وبيطلب منها انها تلحقه، وبتجري عليه وبتنقذه فعلا منهم وبتكسر عظم وشهم وبتاخدهم كده للاسم. لكن بعدها بيعرف راجل الاعمال الشرير ده اللي حصل، بيبعت لهم محامي كده يدفع لهم الكفاله، بيخرجهم كلهم. وبيتعصب البطل علشان اللي عمله راح على الفاضي. بيتجمع صحابنا كده وبيقرروا ان هم لازم يدوروا على دليل علشان يثبتوا ان هم نصابين. وبينجح صاحب البطل كده ان هو يلاقي مكالمه متسجله بين النصاب وسكرتيره، ما كانتش اي سكرتيره، كانت سكرتيره راجل الاعمال، وبينشروها وبيعمل الناس اللي اتنصب عليهم مظاهرات. فراجل الاعمال بيضطر يعمل مؤتمر صحفي بيعتذر للضحايا، بيوعدهم ان هو هيعوضهم. وبتروح بطلتنا كده تقابل بنت الست اللي ماتت، وبترجعها تاني للشقه اللي اتطردت منها. وبتفتكر البنت ذكرياتها مع والدتها في الشقه، وبتتاثر انها كانت جايباها علشانها. وهنا بتتقفل القضيه، بيشكرها البطل كده علشان رجعت الشقه لبنت الست. في نفس اليوم بينتشر فيديو لشاب بيدخل مبنى مسكون، بيظهر شبح كده في الفيديو. وبيروح صاحب المبنى لمكتب البطله كده وبيطلب منها انها تحقق في الموضوع علشان سمعه المبنى. بتقرر بطلتنا فعلا انها تروح وتتاكد بنفسها، وبيكون معاها كده هوانج، وبدا ان هو يحب الشغل اللي بيعمله ولا ايه. صحابنا بيرش ملح كده علشان يحصلوا الروح الشريره، هما كمان طلعوا بيرش ملح. طب الحمد لله. بتولع بخور كده وبتبدا انها تعمل الطقوس، وكالعاده بتحس بالبرد. بيظهر الشبح وبيقلع البطل بتاعنا الكلاده، وبيستحوذ الشبح على جسمه. بتحصل ما بينهم معركه عنيفه، ويا ترى اللي هيفوز، الصابونه ولا الليف، قصدي يعني البطل يعني، ولا الروح الشريره. تنجح في الاخر انها تضربه بالدبوس وبتطرد الروح الشريره، لكنها بتتفاجئ انها لسه حاسه بالبرد. بتعرف ان لسه في روح تانية في المكان. بتفضل تمشي ورا اثارها كده لحد لما بتلاقيها في الحمام بتاع السباحه، فجاه بتسحبها الروح للميه. بطلتنا للاسف ما بتقدرش تعمل اي حاجه ولا تقاوم، على وشك انها تفقد الوعي وكانت هتغرق خلاص. لكن طبعا عارفين ان صاحبنا مش هيستسلم، بطلنا بينقذها في الوقت المناسب، بيحضنها كده وهو خايف عليها. وبسبب اللي حصل بتفتكر البطله بتاعتنا اليوم اللي والدتها ماتت فيه، وبتعرف ان الشخص اللي كان في البيت كان معاه طفل صغير كده ملبوس. يا ترى مين الطفل ده؟ خليك متابع كده عزيزي المشاهد علشان اللي جاي كله ضرب نار. بيلاحظ البطل بتاعنا انها خايفه وبترتعش كده، وبيمسك ايديها علشان يطمنها ويدفيها، وبيسالها عن اللي حصل. بتقوله البطل ان الروح التانيه سحبتها للميه، وبسبب كده دخلت في غيبوبه، وبتطمنه ان ده مش هيحصل تاني. تاني يوم بقى بتقعد مع السكرتيره، بتقول لها عن الذكريات اللي شافتها يوم موت والدتها، وبتقول لها ان المره دي شافت حاجه مختلفه. بتحكي لها عن الطفل اللي شافته، والغريب ان هو ما كانش ليه ملامح. بتنصدم السكرتيره من كلامها كده، وبيعرفوا ان في سر لازم يكتشفوه. بعدها بيرجعوا يكملوا قضيه المبنى المسكون، بيدوروا ورا الروح اللي شافتها في حمام السباحه، وبيقابلوا صاحبتها وبيعرفوا منها انها كانت فاتحه مخبز في المبنى، كانت دايما بتساعد الفقراء والمحتاجين. لكن بعدها صاحب المبنى طردها وسرق منها المخبز بتاعها، والناس اللي كانت بتساعدهم بدل ما يقفوا جنبها طلبوا منها انها تخرج من المبنى وهي زالت علشان محدش حاول يساعدها. وبعدها اختفت فجاه كده. بتقرر بقى البطل انها تطرد الروح علشان تشوف ذكرياتها وتعرف هي ماتت ازاي. وبالليل بتروح مع البطل للمبنى تاني، وبيبداوا يعملوا الطقوس، وبتقول له ان هو لازم ينزل الميه علشان الشبح يستحوذ على جسمه. بس صاحبنا الجنتلمان بيكون خايف على البدله بتاعته، لكنه بيضطر يعني ينفذ كلامها، وبينزل حمام السباحه وبيقلع الكلاده. بتظهر بقى الروح وبتستحوذ عليه فعلا، وبتستغل بطلتنا الفرصه وبتشده من الميه وبتضربه بدبوس الشعر. وهنا الروح بتروح في حالها، وبيشوف هوانج برضه ذكرياتها لحظه موتها كده، وبيعرف انها كانت بتتخانق مع مرات الراجل اللي خد منها المخبز، وبتطلب منها يرجعوا لها المحل تاني، لكنها رفضت وخبطت راسها وغرقتها في الميه كمان لحد لما ماتت للاسف. البطل بينصدم من كل اللي شافه، وبتقول البطله ينسى اللي شافه، لكنه ما بيكونش قادر يتخطى اللي حصل وعايز يبلغ الشرطه. بس بتقوله ان مفيش دليل على كده، ولا يعرفوا حتى مكان الجثه، والشرطه مش هتصدق ان هم شافوا جريمه القتل في ذكريات الشبح. بالليل بيكون نايم كده وبيحلم بالست اللي قتلتها وهي بتخنقه، وبيصحى مفزوع وبيشوفه صاحبه كده وبيقلع عليه، وبيروح يقابل البطله وبيحكي لها اللي حصل. بعدها بتروح البطله وبتقابل مرات صاحب المبنى، وبتحاول تضغط عليها، بتقول لها انها عارفه اللي عملته، وبتديها كده فرصه تعترف بنفسها والا هتفضحها. لكنها بتتوتر كده وبتقول لها انها ما عملتش حاجه ومفيش دليل ضدي. في الوقت ده بيفضل البطل بتاعنا برضه وصاحبه يراجعوا كاميرات المراقبه، وبيشوفوا الضحيه وهي خارجه من المبنى، لكنه بيلاحظ انها بتهرج، وبيعرف بقى انها مش الضحيه وانها مرات صاحب المبنى وكانت متنكره. وبتدخل البطل عليهم كده وبتقولهم ان الطريقه الوحيده اللي يثبتوا جريمتهم ان هم يلاقوا الجثه. بيتفقوا على خطه، وبيحط البطل بتاعنا وصاحبه اجهزه في المبنى علشان يخوفوا بيها صاحب المكان. وفعلا بيبدا يخوفهم كده كانهم بيشوفوا شبح، وبيروح يطلبوا المساعده منه،
معاهم وبيروحوا معاه كده وبيفهموه ان في خاتم مفقود ولازم يلاقوه، وده علشان الشبح يرتاح ويمشي في سلام، وبيوافق ان هم يدوروا في المكان. وبتيجي هنا مراته وبتطلب منهم يوقفوا اللي بيعملوه، وبتعرف البطله انها خايفه لو الجثه وبتبدا تكسر الجدار وبتنجح انها تلاقيها. بتنهار المجرمه لان كل حاجه عملتها اتكشفت، وبيرجع الفريق للمكتب وبيشكرها البطل كده علشان ساعدته ان هم يقبضوا على المجرم. بيدخل عليهم صاحبه كده وبيعرفهم ان البطل بقى طباخ انما ايه، وهو اللي عمل الخبز ده بنفسه، وكلنا عارفين ان هو عمله وهو مش في وعيه، والشبح هي اللي عملته يعني. ولما بياكلوا كده منه بيتفاجئوا ان طعمه جميل. بعدها صاحبه الضحيه بتروح للبطل بتديله فلوس علشان قدروا يلاقوا الجثه بتاعت صاحبتها ويعملوا لها جنازه. بتتعصب بطلتنا كده لانه لسه بيقوم بعمليات النصب وبتفضل تجري وراه. تاني يوم بقى بيروح البطل بتاعنا يشتري هدوم جديده، لكن وهو راجع بيظهر حد من وراه وبيضربه على راسه وبيخطفه. بيفوق بيلاقي نفسه في مخزن والبطله كمان مخطوفه، وبيعرف ان عصابه رجال الاعمال هم اللي خطفوها. بيتعصب لان البدله الجديده اللي لابسها باظت. يا عم ده وقته، انت هتموت دلوقتي. بيفضل بقى يغلط فيهم كده ويشتم فيهم، وبيطلب راجل الاعمال كده من البطله انها تمضي على تنزل للبيت بتاعها، لكنها بترفض. وفجاه بتحس بالبرد، بيظهر الشبح اللي شافته قبل كده وبتقول لراجل الاعمال يفكان ان حياتها في خطر. مش هتبقى حياتي، كلكم دلوقتي هتبقوا في خطر. لكنه ما بيقتنعش بكلامها، وبيفضل رجالته كده يضربوا البطل بتاعنا علشان يجبروها توافق. وللاسف القلاده بتتقلع اللي كان لابسها البطل، وفجاه بيستحوذ الشبح عليه وبيقدر ان هو يفك نفسه، وبيكون عنده قوه مش طبيعيه، قوه غير عاديه. بيضرب رجاله العصابه وبيكسر عظم وشهم، وبيهجم على راجل الاعمال وبيبدا يخنق فيه، بيقول له انت السبب في الحريق، يا ترى حريق ايه؟ وبيتفاجئ راجل الاعمال من كلامه، وبتنجح البطل انها تفك نفسها كده في الوقت المناسب، وبتنقذ راجل الاعمال قبل ما يقتله. وبيخرج الشبح من جسم البطل بتاعنا وبيهرب من المكان. بعدها بتاخد البطل للمستشفى، لما بيفوق بتطمن ان هو كويس. بيسالها ازاي العصابه قدرت تقبض عليها، يعني انا وهو ماشي اهو ضعيف بس انت قويه ومحترفه في فنون القتال. بتقول له تعالى احكي لك، وانا راجع من البيت كده رجاله العصابه حصروني، قدرت ان انا اضربهم ومحدش قدر عليا، بس قالوا لي ان انت مخطوف فقررت اسلم نفسي انا علشان اجي وانقذك. طلع الموضوع سهل خالص، وصاحبتنا طلعت ست بمليون راجل حرفيا. بتعتذر له علشان اتعرض للخطر بسببها، وبتقول له لو عايز يسيب الشغل معاها هي مش ممنع، لكنه بيرفض طبعا، وبيقول لها ان انا هفضل معاكي لحد لما تقدري ان انت تطردي الروح بتاع والدتك. وبيسالها ازاي ماتت، بتقول له ماتت علشان كانت طيبه، ساعدت مجرم اتسبب في حرايق كتير وفي الاخر قتلها. صاحبنا بيتفاجئ وشكله بدا يتذكر حاجه من كلامها، وبيبان ان هو مخبي حاجه، وبيتضح ان الشخص ده يبقى عمه اصلا اللي ادى القلاده. بعدها بيروح اتنين كده اخواته ومعاهم والدتهم لمكتب البطله، وبيقولوا لها بقى ان في شبح في بيتهم القديم ومش عارفين يبيعوه. بتحس البطله ان والدتهم متوتره كده ومش عايزه تبيع البيت اصلا، وبتعرف انها مخبيه حاجه. وتاني يوم بتروح بطلتنا كده مع البطل للبيت علشان تتاكد بنفسها اذا كان في شبح ولا لا، وفعلا بتشوف شبح لراجل عجوز. الفريق كله بيتجمع علشان يعرف هويه الشبح، وبتروح البطله تقابل الست العجوزه وبتسالها ليه كانت متردده انها تبيع البيت، وبتحكي لها بقى ان والدها كان عنده زهايمر واختفى من البيت وشك ان اخوها هو اللي قتله، كل ده علشان يورث ممتلكاته، ولحد دلوقتي ما نعرفش مكانه علشان تقدر تعمل له جنازه. وبتقرر البطله تساعدها. بالليل بتروح البيت مع البطل وبتبدا تعمل الطقوس المعتاده، وبتحس بالبرد وبيظهر فعلا الشبح، وبيكون ضعيف لانه راجل عجوز بيستحوذ على جسم البطل. وبتطرده بطلتنا كده بدبوس الشعر بتاعها، وبيبدا البطل كده يشوف ذكرياته، وبيعرف ان بنته كانت الوحيده اللي بتهتم بيه وبتعامله كويس، لكن ابنه كان شرير، بيقول ان هو بيستعر منه وبيتمنى موته. وبيقرر الاب يريحهم منه وبيخرج من البيت وبيرمي نفسه في بئر الميه. بيفوق البطل وهو عمال يعيط على القصه اللي كان شايفها. بتحاول البطل انها تخفف عنه، وتاني يوم بيهلهم على مكان البير وبيستخرجوا منه الجثه. بتفضل الست العجوز تعيط كده لان والدها كان قريب من البيت ومش عارفه تلاقيه، لكنها اخيرا بترتاح وبتقدر تعمل له الجنازه. بعدها بتروح البيت وبتقعد تفتكر كل ذكرياتها معاه، وبتقرر البطل برضه والبطل يعرفوها الحقيقه وان اخوها بريء ووالدها هو اللي قتل نفسه، لكنها بتنهار لما تعرف الحقيقه علشان ظلمت اخوها وبعدت عنه طول السنين اللي فاتت. بتتعب منهم كده وبتدخل المستشفى، بيروح اخوها وبيزورها، بيفضل جنبها لحد لما بتفوق، وبيتفاجئوا انها اتعرفت عليه. بتعتذر له علشان شكت فيه، وبتقرر ما تبيعش البيت وتعيش فيه مع اخوها زي ما والدهم كان عايز. وبتتقفل القضيه على كده، لكن البطله برضه بتلاحظ ان في كتاب لطرد الارواح اختفى من مكتبها. بتشك ان البطل هو اللي سرقه، لكنها لما بتساله بتعرف ان هو بريء، وبيكون هو كمان حد حاول يسرق بيته. وبتضح بقى ان راجل الاعمال هو اللي فتش البيت، لانه مستغرب ازاي عرف ان هو اللي اتسبب في الحرايق، وان هو المجرم اللي عمه كان بيحاول يمسكه، وفكروا ان كان عمه كاتب مذكرات علشان كده بيدور عليها. بعدها اتنين بيروحوا لمكتب البطله وبيقولوا لها ان شبح بنتهم اللي ماتت بتهاجم الناس على الطريق، وبيطلبوا منها انها تطرد روحها. وبيبداوا فعلا يحققوا في الموضوع، وبيعرفوا ان بنتهم كان عندها 10 سنين عملت حادثه، والسواق قال ان هو لقاها ميت على الطريق، بس للاسف محدش صدقه. وكالعاده بتروح البطله للمكان اللي بتظهر فيه الروح، وبتبدا تحس بالبرد وبتشوف الشبح كده. بتوصل والده الطفله فبتهرب منها بسرعه. هنا بقى الام بتطلب من البطله انها تبقى معاها وهي بتطرد روح بنتها علشان تطمنها، لكنها بترفض علشان ما
تعرضهاش للخطر. ولما بيرجعوا للبيت بتفاجئ البطل ان البلطجي مستنيه، بيقعدوا كده في المطعم بيقولوا ان الراجل الاعمال طرده علشان فشل في مهمته، بيعيط كده وبيطلب منه يشغله معاهم حارس شخصي حتى. بيقولوا البطل والله ده اقوى مني ومنك، ده مش محتاجه حد يحميها يعني. وبتدخل عليهم صاحبة المطعم وبتدي له اكل كده، وبتأثر البلطجي انها لطيفه معاه، وده بالرغم ان هو كان حاول يطلعها من المطعم. وتاني يوم بتروح البطله كده علشان تطرد الروح، وبتتفاجئ بوالده الطفل هناك لسه، بتترجاها انها تسمح لها يعني تفضل معاها. وبتضطر البطله توافق بشرط يعني ما تفتحش عينيها وما تخرجش بره الدايره، وبتولع بخور كده وبتبدا انها تعمل الطقوس المعتاده، وفعلا بتحس بالبرد وبتظهر شبح البنت. بتقرب من والدتها كده وبتفضل تنادي عليها، وبيخلع البطل القلاده وبتستحوذ الروح عليه. الام هنا بتسمع صوت بنتها، بتخرج بره الدايره بسرعه وبتقدر انها تشوف بنتها، وبتقول لها انها كدبت عليها او راحت تلعب مع صاحبتها من وراها. ولما اتاخرت عليكي اضطريت ان انا نط من فوق السور، وللاسف وقعت على دماغي ومت. بتنهار الام لانها اللي امرت ان هم يبنوا السور اصلا، وبتحس بالذنب. بتفضل تعيط كده، بتحضنها بنتها وبتقول لها انها بتحبها، وبتبدا روحها تتلاشى وبتختفي بسلام. الام بعدها بتفوق وبتشكر البطله كده علشان بسببها عرفت الحقيقه، وبتروح للاسم وبتقول لهم ان السواق بريء وان بنتها وقعت من على السور. بعدها بطلتنا بتعزم البطل كده على الاكل، وبتفاجئوا ان صاحبه المطعم شغلت البلطجي عندها علشان ما عندوش مكان يقعد فيه. وتاني يوم بتفضل البطله تفكر في الطفل اللي ملوش ملامح اللي شافته من 20 سنه، وبتقرر انها تدور عليه. بتروح لعنوان عمه اللي مات، وبتلاقي والدته تعبانه وبتاخدها للمستشفى. بيكون عندها مرض خطير لكنها بتصمم تخرج من المستشفى برضه. بترجعها البطله لبيتها وبتعزمها الجده كده على العشاء. بتسالها ليه بتدور على حفيدها البطل واذا كان نصب عليها، وبتنصدم البطله كده اول لما بتسمع اسمه اصلا. بتروح تدور على ملف القضيه وبتلاقي صوره هوانج كده، وبتعرف ان هو الطفل اللي بتدور عليه. في الوقت ده بيكون بطلنا اصلا في المكتب، وبتدخل عليه البطله، بتواجهه باللي هي عرفته وبتساله عن اللي حصل من 20 سنه، ايه السبب في موت والدتي. بيعترف البطل هنا ان هو الطفل لكنه مش فاكر حاجه، انا شغال معاكي علشان نفسي كمان اعرف الحقيقه. وبتهم والدتها ان هي السبب في موت عمه. بتعيط بطلتنا وبتقول ان والدتها وعمه ماتوا بسببه، وبتقول انها مش عايزه تشوفه تاني. وبيخرج البطل كده من عندها وهو مصدوم من اللي سمعه، وبتفضل بطلتنا تشرب وهي حزينه، بتعتذر لشبح والدتها لانها اشتغلت مع الوسيط الروحاني اللي تسبب في موتها. بعدها بيروح البطل وبيزور قبر عمه، ما بيكونش عارف هو بريء ولا لا. بتشوفه هنا جدته وبتعزمه علشان ياكل معاها، بتقوله بقى ان في ناس فتشوا البيت، وبتفاجئ كده من كلامها وبيعرف ان في حد تاني غير البطل جه وبيدور وراه. بعدها صاحب البطل كده بيتعرف على بنت وبيحس ان تصرفاتها غريبه، وبتقوله انها بتشوف شبح جارتها اللي ماتت في الاسانسير. فبياخدها كده لمكتب البطله وبتحكي لهم بقى اللي شافته، وبتعترف لهم ان جارتها اتقتلت وهي كانت اخر حد شافها، ومن ساعتها وروحها عماله بتظهر لي. بتقرر بطلتنا تروح وتتاكد بنفسها كالعاده، ولما بتوصل لهناك بتشوف الشبح وبتتصل بالمساعد بتاعها علشان يطرد روحها. بعدها بترجع البيت وبتلاقي البطل مستنيها، بيطلب يتكلم معاها وبيحكي لها عن اللي كان بيحصل معاه وهو صغير. بيقول ان عمه كان الشخص الوحيد اللي مصدقه علشان كده رفض يصدق ان هو مجرم وحاول يثبت براءته، وبيعتذر لها ان هو كان مخبى عنها لكنها ما بتتقبلش اسفه وبتسيبه وبتمشي. وبيرجع بطلنا لصاحبه بيقولوا ان هم هيسيبوا الشغل في المكتب. في الوقت ده بقى بيرجع مساعد البطل القديمه علشان يساعدها، وصاحبتنا لسه متاثره بهوانج وبتنادي عليه باسم هوانج بالغلط، وبتعرف السكرتيره انها مش قادره تنساه وانها دايما بتفكر فيه وبيظهر حواليها. بعدها بيروح مع بعض للجراج وبتبدا تعمل الطقوس المعتاده، بتظهر الروح وبيقلع المساعد القلاده، وفعلا بتستحوذ على جسمه وبتستعد بطلتنا علشان تضربها بدبوس الشعر. لكن فجاه بيشوفها شورتي كده وبيفتكرها عايزه تاذي المساعد وبيمنحها، وبسبب اللي حصل بتهرب الروح من المكان. في الوقت ده بتكون جارتها كده في بيتها، وفجاه بيهجم عليها المجرم هو نفسه اللي كان قتل الشبح من شويه، وبيدخل كده المساعد والروح مستحوذه عليه. بتهجم على المجرم وبتفضل تضرب فيه، عايزه تنتقم منه وكانت عايزه تقتله كمان. بتوصل هنا بطلتنا في الوقت المناسب وبتنقذه، وبتضرب المساعد بدبوس الشعر وبتطرد الروح منه. بيشوف الشرطي اللي حصل وبيفتكرها قتلته وبيهددها كده بالمسدس، وبتشوف البطل ذكريات الشبح. بتعرف بقى ان المجرم كان عايز يهتدي على البنت وركب معاها في الاسانسير، لكن جارتها عرفت وركبت معاهم، كل ده علشان تمنعه، واضطر المجرم ان هو للاسف يموتها. وبيفوق المساعد وبيتفاجئ الشرطي كده ان هو كويس، وبياخدها للاسم علشان يحقق معاهم كده، لكنه ما بيصدقش كلام البطله بان المجرم ومعهمش دليل كمان يثبت ده، وللاسف بيضطر ان هو يطلعه براءه. وبتكون البنت خايفه ليعتدي عليها تاني، وبتطلب كده من البطل انها تقعد معاهم يعني في البيت. وبعدها بيعرف البطل باللي حصل وبيروح علشان يطمن عليها، لكنه مش بيلاقيها في البيت وبيقدر يخمن المكان اللي ممكن تكون فيه. وبيروح مسرح كده وبيلاقيها هناك، وبيتضح ان ذكريات الشبح اللي ماتت لسه مأثره عليها لانها كانت راقصه باليه. بيقرب منها البطل كده وبيكون معجب بشكلها، وبتسحبه من ايديه كده وبتبدا انها ترقص معاه، لكنه بيتوتر وبيتكعبل كده وبتقع بطلتنا فوقه، وبيفضلوا وباصين لبعض كده وخلاص عرفنا اللي بيحصل. بعدها بيوصلها للبيت وبيرجع لها القلاده اللي اديتها له، لكنها بتقول له يحتفظ بيها وبتعتذر له على الكلام اللي قالته له. بعدها البنت بتعرف البطل
بتدخل الحياة كده وان جارتها حاولت تنقذها والمجرم وقتها قتلها، بتحس بالذنب وبتفضل تعيط، بتستجمع شجاعتها، بتقرر تنتقم من المجرم علشان ترجع حق جارتها، وبتتفق كده مع البطلة وفريقها على خطة يستدرجوه بيها. وفعلا المجرم العبيط بيقع في الفخ وبيراقبها كده وهي ماشية، بيدخل وراها الشقة وبتبدأ البنت انها توقع في الكلام وبتسجل اعترافه وصوته وصورة، كل ده علشان يمسكوا عليه دليل. بتكون بطلتنا اصلا وصاحب هوانج هناك علشان يحموها، وقبل ما يقدر يعمل اي حاجة ويقرب منها اصحابنا بيتدخلوا في الوقت المناسب وبيقبضوا عليه، لكن المجرم بيعورهم بالسكينة وبيهرب منهم. بتبدأ بطلتنا انها تطرده، وبيشوف كده البطل اللي بيحصل في الكاميرا وبيروح وراها وبيفضلوا يجروا وراها لحد لما المجرم يعني بيطلع كده على الشارع، وللأسف عربية بتخبطه وبيموت، لكن شبحه بيظهر وبيحاول يهجم على البطلة، وبيضطر البطل هنا يخاطر بنفسه، بيقلع القلادة وبيستحوذ الشبح عليه. بتستغل بطلتنا الفرصة وبتهجم عليه وبتضربه بدبوس الشعر، وهنا روحه بتطرد وبتطمن على البطل كده وبيرجعوا فريق واحد تاني، ومن هنا بيرجعوا حبايب. بيشوف الشرطة اللي حصل وبيكون مش مصدق عينيه، وبتسلمه كده بطلتنا الاعتراف اللي سجلوه، وبيعرف فعلا ان هو كان المجرم الحقيقي. بتتقفل القضية وبتشكر البنت البطلة وبتفرح ان المجرم خد جزائه وبتقدر تعيش حياتها وهي مطمنة. بعدها بطلتنا بتحكي كده للبطل عن اليوم اللي كانوا مخطوفين فيه، وبتقوله ان الروح اللي استحوذت عليه وقتها كانت روح عمه. بتصدم البطل كده من كلامها، بيطلب منها ان هم يطردوا روحه علشان يستريح، لكنها بتكون خايفة عليه لانه اول مرة هيشوف ذكريات حد عزيز عليه ومش عايزاه يتألم. وبيشكرها وانج كده علشان خايف على مشاعره، لكنه بيصمم برضه على رأيه علشان يعرف الحقيقة. وبالليل بيروح عميل كده المكتب البطلة وبيقول انه شاف شبح في المصنع. بتقوله مصنع ايه؟ بيقولها المصنع بتاعي، فبتقرر تروح تتأكد بنفسها. في نفس الوقت بيطلب راجل الاعمال من السكرتيرة ان هو يقابلها. بتروح بنتنا الغلبانة مكان مهجور كده، لكنه بيكون عامل لها فخ وكل ده علشان عايز يموتها. نرجع تاني لبطلتنا اللي بتوصل هي والبطل كده للمصنع، لكنها مش بتلاقي اثر لاي شبح، وفجأة بيتقفل عليهم باب كده المصنع وبيعرفوا ان حد بوظ التكييف، وبيحس ان هم هيتجمدوا وان ده كان فخ ليهم علشان يموتوهم. وبيعرف البطل ان خلاص نهايتهم قربت، لكن هنا بطلتنا بتقول انها مستحيل تموت قبل ما تطرد شبح والدتها. وفجأة بتحس بوجود شبح كده، وبيتفتح باب المصنع وبيتضح بقى ان هو شبح والدتها وجات هنا علشان تنقذهم. بطلتنا بتنصدم كده اول لما بتشوفها وبيقوم عليها من التعب. بيوصل كده صاحب البطل بتاعنا وبينقلهم للمستشفى، ولما بيفوقوا بتستغرب بطلتنا كده ان السكرتيرة بتاعتها مش موجودة. بتسألوا عنها لكنه بيعيط وبيحكي لها اللي حصل. بيروح يطمنوا عليها وبتكون في العناية المركزة، حالتها في خطر، وبيعرفوا ان راجل الاعمال الشرير هو اللي حاول يتخلص منها، فبيقرر ان هم ينقلوها المستشفى بعيدة علشان تكون في امان. وبيحاول برضو البطل وصاحبه يدوروا على صاحب المصنع المحتال، وهنا البلطجي بيساعدهم لانه عنده وصايد كتير وبيقولهم على مكانه، لكن اول لما بيشوفهم بيحاول يهرب منهم. بيفضلوا يجروا وراه كده لحد لما بيحاصروه وبيكون معاه سكينة، لكنهم بيقدروا يضربوه وده بمسدس الكهرباء اللي معاهم، وبيقبضوا عليه كده وبيحاولوا يخلوه يعني يعترف على راجل الاعمال لكنه بيرفض يتكلم. نرجع تاني لبطلتنا اللي بتقرر تقابل راجل الاعمال ده وبتديله عقد بيع البيت، وبتقول انها مستعدة تتنزل عنه بمقابل ان هو يسمح لها تطرد روح عم هوانج. بيضحك على كلامها كده لانه مش مصدق انها بتشوف الاشباح اصلا، وبيقول ان هو موافق. وبترجع للبيت كده وبتحكي للبطل، وبيكون مستغرب انها اتفرد في البيت اللي فيه روح والدتها، لكن هنا بقى بتعرفه السبب وان روح والدتي متعلقة بي انا مش متعلقة بالبيت، لاني لما شفتها في المصنع اتأكدت من الكلام ده وانها مرتبطة بي. بس دلوقتي اهم حاجة احنا محتاجين نعرف ذكريات عمك علشان نعرف الحقيقة ونلاقي دليل ضد راجل الاعمال القذر ده. وبيجيلها بعدها مكالمة وبتعرف ان السكرتيرة فائت، بتروح تزورها كده وبتعرف منها انها قابلت راجل الاعمال وقالت له انها معاها مذكرات عم البطل، حدثته انه لو حاول يأذيها هتبلغ عنه علشان كده حاول يخلص منهم هما الاتنين. وبتقولها البطلة بقى ما تجازفش بحياتها مرة تانية، بتسيبها كده وبترجع للبيت وبتفضل تلف فيه وبتفتكر ذكرياتها الجميلة مع والدتها وفي كل حتة فيه، وبتكون زعلانة خلاص انها هتبيعه. وبالليل كده بتروح مع البطل للمكان اللي هيعملوا فيه الجلسة، وبيوصل راجل الاعمال وبتشرط ان هما يربطوا ايد هوانج علشان يبقى في امان. بتكون بطلتنا كده رافضة، لكن البطل بيوافق عادي كل ده علشان ما يعرضهاش للخطر، وبيبدأوا يعملوا التكوس وبتحس بالبرد وبتظهر فعلا الروح. بيبدأ البطل ان هو يقلع القلادة وبيستحوذ شبح عمه على جسمه، وبيبدأ يصرخ كده وبيقول لراجل الاعمال ان هو خدعه، بيطلب منه ان هو يرجع له شقته، وبتستعد بطلتنا علشان تطرد روحه، لكن فجأة العصابة بتضربها وكل التكوس اللي عملتها بتبوظ. بيقرب راجل الاعمال كده من هوانج وما بيكونش مصدق ان الشبح مسيطر عليه، وفاكره بيخدعه وبيفضل يتريق عليه. بس الشبح اللي في البطل بتاعنا بيكون قوي، بيقدر ان هو يفك السلاسل الحديدية، بيهجم عليه كده وبيبدأ يخنقه. العصابة كلها بتحاول انها تمنعه، ولكن ولا واحد فيهم قادر يعمل معاه حاجة. صاحبنا بيبقى عنده قوة مش طبيعية، قوة غير عادية، بيضربهم كلهم لوحده. بتفضل بطلتنا تتخانق مع العصابة علشان تلحق البطل، لكنه بيهرب من المكان وبينط من فوق السطح. وبعدها بيوصل الشرطي وبيلاقي كده اثر دم على الارض، وبيقتحم المكان وبيطلب من العصابة تسلم نفسها. في نفس الوقت بطلتنا بتجري علشان تلحق البطل، وبيكون واقف قدام عربية راجل الاعمال كده وبتنقذه من قدامها قبل ما تدوسه، وهنا بتضربه بدبوس الشعر
وروح عمه بتطرد خلاص، وبيبدأ يشوف كل ذكرياته. بيشوف عمه لما انطرد من البيت، وقتها رجل الأعمال عرض عليه ان هو يديله شقة يعيش فيها هو والدته مقابل ان هو يعمل حريقة في البيوت. وقتها الناس هتطلع من البيوت وهو يعرف يشتريها، بيضطر عمه يوافق وبينفذ أوامره. وبعدها رجل الأعمال غدر بيه، خلاه يمضي على اعتراف كده ان هو اللي عمل كل ده لوحده، وحط له بعدها السم في الدواء علشان يتخلص منه. وبتبدأ روح عمه انها تتلاشى، بيقع البطل كده على الأرض بسبب الجروح اللي تعرض لها، وقبل ما يغمى عليه بيقول ان عمه اتقتل. بتنقله بطلتنا بسرعة للمستشفى وبتكون قلقانة عليه، بتفضل جنبه كده لحد لما بيفوق وبتسأله اذا كان شاف ذكرياته، لكنه للأسف بيقولها ان هو ما شافش كل الذكريات وما شافش ايه اللي حصل لوالدتها. بتنصدم بطلتنا وبتفضل تعيط لانها كانت عايزة تعرف حقيقة موت والدتها. بعدها بيقرر البطل بتاعنا يروح لجدته علشان يعرفها ان ابنها ما موتش نفسه، ولكن هنا الصدمة، بيلاقيها واقعة على الأرض. بياخدها بسرعة للمستشفى وبيفضل جنبها لحد لما بتفوق، لكنها بتقول انها عايزة تموت في بيتهم، وبتصمم ان هو لازم يرجعها، وبياكلوا كده مع بعض للمرة الأخيرة. وبالليل بتدخل جدته علشان تنام، بتحلم بابنها وبتقول انها مفتقداه واخيرا هيتجمعوا مع بعض. كل ده والبطل ماسك ايديها وهو عمال يعيط وبيعرف انها ماتت. وفي الوقت ده بيروح رجل الاعمال للبطلة بتاعتنا وبيشتري منها البيت، وبتقول ان هو طمعه ده هيكون سبب هلاكه. بتاخد منه الفلوس وبترميها في الزبالة علشان تعرفه ان هو انسان زبالة. بعدها بتروح تعزي البطل في جدته وبتحاول انها تخفف عنه. وبعد الجنازة بيمسك صورة جدته مع عمه، وهنا بقى بيكتشف المذكرات بتاعت عمه وان فيها دليل ان رجل الاعمال هو اللي امره يعمل الحريقة، وبيكون البلطجي سامحهم، وبيقرر ان هو يسرق الدليل ويديله لرجل الاعمال علشان يرجعه تاني يشتغل عنده. بيعرف البطل باللي حصل وبيتصل بيه، بيحذره ان رجل الاعمال هيقتله علشان ما يسيبش دليل وراه. بيخاف البلطجي فعلا وبيرجع في كلامه. بعدها بتروح البطلة كده لبيت السكرتيرة عايزة تجيب لها شوية هدوم يعني، وبتتفاجئ بكتاب طرد الأرواح اللي اختفى من عندها، ولما بتقراه بتعرف ان فيه شبح ملعون، شبح ما عندوش اي ملامح، بيأذي الناس كلها، والطريقة الوحيدة علشان يتخلصوا منه ان هم يقتلوا الوسيط الروحي اللي الشبح مستحوذ عليه. بترجع البيت كده وبتبدأ انها تعمل التكوس علشان تشوف ذكريات الشبح بتاع والدتها، وبتعرف ان الشبح الملعون كان مستحوذ على البطل وعمه طلب مساعدتها. وفي الوقت ده والدة البطلة كانت عايزة تضحي بالطفل علشان تقضي على الشبح، لكن عمه رفض طبعا، حاول ان هو يمنحها وقلعها القلادة، والشبح استحوذ عليها هي. كانت هتقتلهم كلهم لولا ان البطل خرجت من اوضتها وشافت والدتها وطلبت منها انها تقتلها بسرعة. وقتها البطلة مسكت دبوس الشعر وطعنت والدتها، وهنا ماتت واغمى عليها وفقدت الذاكرة من احساسها بالذنب، علشان كده ما كانتش قادرة انها تتذكر يوم الحادثة ايه اللي حصل. بيدخل كده البطل عليهم وبيلاقيها واقعة على الارض وجسمها متلج، بياخدها بسرعة علشان يكشف عليها، بيفضل ماسك ايديها كده علشان يدفيها. تاني يوم بيفرح البطل كده لما بتفوق، وبتروح السكرتيرة برضو وتطمن عليها. بتطلب البطلة كده منها ان هم يسيبوهم لوحدهم، وبتقول لها انها افتكرت كل حاجة وعرفت كمان ان انا اللي قتلت والدتي، وبتلومها علشان فضلت مخبية عنها الحقيقة طول السنين اللي فاتت، وبتطردها كده وبتقول لها انها مش عايزة تشوفها تاني. بتفاجئ البطل من اللي حصل، بيقعد مع السكرتيرة علشان يعرف منها الحقيقة، وبتحكي له هي كل حاجة. بتقول ان الحريقة اللي عمه عملها مات فيها 7 أشخاص، وبسبب كده الروح الملعونة ظهرت واستحوذت عليك وانت صغير، ولما اطمن عليك كان ناوي يسلم نفسه، لكن للأسف اتقتل قبل ما يعمل كده. بعدها البطل بتقرر انها تعتزل طرد الأرواح، وبتروح تقعد عند عرافة كده صاحبة والدتها، وبيعرف البطل مكانها من السكرتيرة. بيقرر يروح لها وبتتفاجئ لما بتشوفه وبيسألها ليه بتحاول تبعد عنه. بتقول انها قتلت والدتها للأسف بسببه هو وعمه، وكل لما بتشوفه بتفتكر اللي حصل وبتسيبه وبتمشي. بالليل بتكون بطلتنا في اوضتها كده، بيروح لها البطل وبيكلمها من ورا الباب، بيعتذر لها على المشاكل اللي اتسبب فيها، بيوعدها ان هو خلاص ما عادتش هتشوفه تاني، بيسيبها وبيمشي. وبيروح يقابل صاحبه كده وبيفضل يشربه، وبيوعده صاحبه ان هو هيلاقي البلطجي وياخد منه الدليل، وان هم لازم ينتقموا من رجل الاعمال. بعدها صاحبة المطعم بتكون بتقفل وفجأة الكهرباء بتقطع، بيدخل عليها كده ابنها اللي كان سايب البيت، بتفرح خالص لما بتشوفه، لكن بيجي لها مكالمة بترد، بيعرفوها ان للاسف ابنها توفى. بتنصدم، بتعرف ان اللي قدامها ده شبح. وتاني يوم بتروح علشان تتعرف على الجثة، وبتقع على الارض وبتنهار من العياط، وبتعرف بقى البطلة اللي حصل، وبتروح تحضر الجنازة. فجأة بتبدأ تحس بالبرد وبتشوف الشبح هناك لكنها بتتجاهله عادي، بتروح تلم حاجتها من البيت. بتروح صاحبة المطعم وهي بتعيط، بتقول لها انها بتشوف شبح ابنها، بتطلب منها انها تطرد روحها علشان يرتاح. بطلتنا بتضطر توافق لان صاحبة المطعم شخص غالي بالنسبة لها. بتتصل بالبطل علشان يساعدها، وبالليل بتبدأ تعمل الطقوس المعتادة، بتكون والدة الشبح معاهم. بيظهر هنا الشبح وبيقلع هوانج القلادة، بيستحوذ الشبح على جسمه، لكن فجأة بيخرج منه وبيقف جنب والدته. الكل بيتصدم من اللي حصل، وبتعرف بطلتنا ان والدة الشبح هي اللي متمسكة بيه وعايزة يفضل جنبها حتى وهو شبح، وده لانها حاسة بالذنب، كانت دايما بتلوم ان هو عاطل لحد لما اضطر يسيب البيت. فهنا بطلتنا بتضطر انها تلغي جلسة طرد الارواح، وبترجع بيتها كده وبتكون حاسة ان هي السبب ان روح والدتها موجودة، وده بسبب احساسها بالذنب انها سبب في موتها، وبتفضل تعيط، وبيكون البطل سامحها خايف لتعمل حاجة في نفسها. تاني يوم بيقرر يقعد عندها كده في البيت هو وصاحبه،
علشان يراقبها وبيفضل كل شوية يتلكك كده علشان يروح اوضتها هو يطمن عليها. صاحبنا طلع رومانسي وقلبه طيب لحد لما بتزهق منه كده وبتطلع من البيت كله، لكن برضه صاحبنا بيطلع لازقه برضه وبيروح وراها وبيقعدوا مع بعض كده في الحديقة وبيفضل يتكلم معاها نفسه يحسن من نفسيتها. بعدها بيروحوا تاني عند صاحبة المطعم وبيقنعوها ان ابنها مش زعلان منها، وهنا بتقرر تسامح نفسها وبتتلاشى روح ابنها وبتختفي من المكان. وتاني يوم بينجح صاحب هوانج كده ان هو يعرف مكان البلطجي، بيتفق معاه كده يشتري منه الدليل بمبلغ كبير وبيروح يقابله، لكن صاحب البلطجي بيضربه وبياخد منه الفلوس وبيهرب. وطبعا كلنا عارفين ان دي مش الحكايه، بيكون اصلا البطل عامل حسابه وحاطط جهاز تتبع في الشنطه وبيقدروا ان هم يحددوا مكان الفلوس وبيروحوا وراه. بعدها بتروح بطلتنا كده تقابل السكرتيره وبتعرف منها ان كان عندها بنت وماتت وهي طفله، فضلت حاسه بالذنب لانها ما قدرتش تحميها. والده البطله ساعدتها تشوفها مره اخيره، من وقتها قررت ان انا ارد لها الجميل واحمي بنتها. وبتتاثر بطلتنا بكلامها، بتسامحها وبتشكرها علشان فضلت جنبها طول السنين اللي فاتت. بعدها البلطجي بيقرر يقابل راجل الاعمال، قرر ان هو يديله الدليل وياخد منه هو كمان الفلوس، لكن بيتفاجئ ان هو معمول له كمين في الجراج، العصابه كانت مستنياه وبيفضلوا يضربوه وبيجري منهم كده وبيخرج من الجراج بسرعه. بيلاقي البطل كده في عربيته وبيركب معاه وبيهربوا من المكان، لكن بعدها بيقول له البلطجي ان الدليل وقع منه وهو بيهرب. بيحس البطل هنا بالاحباط، بتروح للبطله وبتقول له ما استسلمش وبتاخده وبتجمعه مره تانية في المكتب. بيبدا ان هم يدوروا ورا راجل الاعمال ده علشان يكشفوا جرايمه. بعدها بيضطر البلطجي يرجع المطعم تاني، وبتفرح صاحبه المكان لما بتشوفه، وبتقرر المره دي تشغله وتخليه يقعد عندها لانه بيفكرها بابنها اللي مات. البلطجي بيتاثر المره دي بطيبتها وبيقرر يعمل حاجه صح، بيروح يقابل هوانج وبيديله الدليل، بيعرف ان هو كان بينصب عليه وبيضحك عليه. وتاني يوم بيسلم هوانج الدليل للشرطه، فعلا بيتعمل تحقيق كبير كده وبيروح الشرطي يحقق مع راجل الاعمال، وفعلا الفريق كله بيفرح ان هم نجحوا في اول خطوه وبيحتفل البلطجي معاهم. وبتحس البطله كده ان بقى عندها عيله. تاني يوم بتروح تقابل سكرتيره راجل الاعمال وبتطلب منها انها تعترف عليه علشان يدفع ثمن جرايمه، وبتوافق فعلا انها تشهد عليه. وبالليل كده البطل بيوصلها لبيتها، لكن بيشوف النصاب اللي حاول يخلص منهم في المصنع، فبيعرف ان حياتها في خطر وبيجري علشان ينقذها، لكنه للاسف مش بيلحقها. اول لما بتدخل السكرتيره لشقتها بيحصل انفجار وبتتسبب في حريق كبير. بتعرف بطلتنا باللي حصل وبتقلق على البطل خالص، بتجري علشان تطمن عليه، لكنها اول لما بتوصل بتلاقي الكلاده بتاعته على الارض. بتقلق كده على البطل خالص وبتنصدم ان الشبح الملعون رجع تاني واستحوذ على جسمه، بتبدا انها تتخانق معاه. ولكن كلنا عارفين ان الشبح ده مش شبح عادي، الشبح عنده قوه مش طبيعيه، يقدر يقف لوحده قصاد 100. وبتنجح بطلتنا انها تلبسه الكلاده بسرعه وبيخرج الشبح من جسمه وبيهرب. بيفوق البطل بتاعنا وهو مش فاكر حاجه، وبيرجعوا البيت كده وبيقدروا ان هم يحددوا مكان المجرم اللي قتلها. بيروح علشان يجبروه يعترف، لكن لما بيوصلوا بيلاقوه هو كمان اتقتل. وبتحس بطلتنا بالبرد كده وبتشوف شبح المجرم، بتقرر انها لازم تشوف ذكرياته وبتبدا تعمل الطقوس المعتاده. وبيقلع البطل الكلاده، بيستحوذ الشبح على جسمه وبتضربه بالدبوس بتاع الشعر وبتطرد روحه. وبيبدا البطل يشوف كل الذكريات، بيعرف ان راجل الاعمال هو اللي امره يقتل السكرتيره، بعدها خلص منه هو كمان، كل ده علشان ما يسيبش وراه اي دليل. لكنه بيعرف ان المجرم خد مفتاح من شقه السكرتيره، بيدوه فعلا للشرطي وبيلاقي فيه دفتر كده حسابات بيقبض على ضباط شرطه متعاونين مع راجل الاعمال بتهمه الرشوه. بعدها الفريق بتاعنا بيسمعوا اشاعه ان الناس اللي اتصابت في الحريق شافوا شبح من غير ملامح، وبيروحوا للمستشفى ويتاكدوا فعلا، وبتلاقي واحد كده منهم راسم شكل وان اي حد بيشوفه بيموت. وبتعرف بطلتنا ان الشبح الملعون اللي ظهر من 20 سنه رجع تاني، بتعرفهم ان الطريقه الوحيده علشان يتخلصوا منهم ان هم لازم يقتلوا الوسيط الروحاني، وده اول لما الشبح يستحوذ عليه. بتصدم الكل كده من كلامها وبيكون البطل جاهز وعايز يضحي بنفسه عادي، لكن بطلتنا طبعا بترفض وبتقول انها مش هتساعده يقتل نفسه وانها هتحاول تشوف طريقه تانية علشان يتخلصوا منه. وفعلا بتكتشف طريقه تانية وانها تختم الروح الملعونه ديت في بلوره، وقتها هتعين البلوره في مكان محدش يقدر يوصل له وكده محدش هيموت. بيوافق البطل عادي وبيروح معاه للمكان اللي حصل فيه الحريقه، وبيبداوا يعملوا الطقوس المعتاده. بتسمع صوت الشبح وبيكون صوت مخيف ومرعب، وفجاه بتتكسر البلوره وبتعرف بقى ان الشبح فعلا اقوى منها، الشبح ده جبار. بتصرخ كده وبتطلب من البطل يهرب بسرعه، بتغمض عينيها كده بتشوف حلم للفريق بتاعها وكانت والدتها لسه عايشه وكلهم عايشين في سعاده. بيطلبوا منها انها تقلع الكلاده، لكنها بتعرف ان كل ده وهم والشبح بيحاول يخدعها. وفجاه بتتغير شكل والدتها ووشها بيكون من غير ملامح، وبتفتح بطلتنا عينيها وبتفوق من الوهم، وبتلاقي كده البطل واقف والشبح الملعون استحوذ على جسمه، لا وكمان بيدمر الكلاده علشان يفضل مسيطر عليه، وبيبداوا يبوظوا الطقوس علشان يهرب. لكن بطلتنا بتحاصره بالسلاح وبتقول انها مش هتسمح له يخرج، وبتحس بنفس احساس والدتها من 20 سنه وبتكون محتاره، هتضحي بهوانج ولا تسيبه عايش والشبح يفضل يأذي الناس. بتعيط ومش عارفه تعمل ايه، وبتقرر تضحي بنفسها هي، بتقلع الكلاده اللي هي لابساها وبتهجم عليه، والشبح فعلا بيستحوذ على جسمها، بتمسك دبوس الشعر وبتحاول انها تطعن قلبها، لكن البطل عمره ما بيسمح بكده، بيفوق وبيمسك ايديها في اخر لحظه وبيمنحها تضحي بنفسها. بيبداوا يتعاونوا مع بعض تاني وبينجحوا ان هم يطردوا الروح من غير ما
حد فيهم يموت وبيقع على الارض من التعب. بتفرح بطلتنا ان الكابوس انتهى، بتتصل بالسكرتيرة علشان تقول لها، لكن فجأة بيظهر راجل الاعمال وبيضربها بالسكينة، كل ده علشان ينتقم منها وانها دمرت حياته، وبيحاول البطل كده يمنعه لكنه بيضربه هو كمان. بعدها بيهرب الراجل الخنزير ده من الهرمة وبيفضل يجري لحد لما بيوصل لمكان عايش فيه ناس متشردين، بيعرف ان هو اللي طردهم من بيوتهم وبيفضلوا يجروا وراه لحد لما بيتكعبل وبيقع من على السلم على راسه. بتتفتح شنطة الفلوس اللي معاه وبيموت وهو حاضنها. بعدها بتوصل السكرتيرة وبتطلب الاسعاف. بعدها البطلة بتودي البطل بسرعة للمستشفى، لكن العربية اللي فيها البطل بتعمل حادثة. بتضح بقى ان روح راجل الاعمال استحوذت على جسمه لانه مش لابس القلادة. وفي الوقت ده بتفوق البطلة في المستشفى وبتعرف ان هونج مفقود، وبيتبع صاحبه كده موبايله وبيلاقوا قريب من بيت البطلة، وبتعرف ان روح راجل الاعمال هي اكيد اللي عايزة تقتلها لانه مات قبل ما يعمل كده، وبتقرر ترجع البيت وتستنى هناك. بتكون السكرتيرة خايفة عليها علشان لسه تعبانة، وبتقول لها يطلبوا مساعدة الشرطي، لكنها بترفض وبتقول لها ان محدش هيصدقها وممكن يؤذوا هوانج وانها الوحيدة اللي هتقدر تساعده. وبالليل بيروح لها شبح راجل الاعمال في جسم البطل، واول لما بيشوفها بيهجم عليها، بيحاول يخنقها كده وبتفضل تنادي عليه. البطل بيفوق لوهلة وبيسيبها، وبتستغل البطلة الفرصة وبتكون عاملة حسابها مجهزة كل الطقوس، وبتحاصره وبتوقعه على الارض، وبترفض انها تخلي روحه تختفي في سلام. بتقرر انها تختمها في البلورة السحرية علشان يفضل يتعذب على اللي عمله وبيغمى عليه من التعب. وتاني يوم بتفوق البطلة بتاعتنا وبتلاقي نفسها في المستشفى، البطل جنبها ومسك ايديها علشان يدفيها، بتقول انها محتاجة مساعدته في مهمة اخيرة وهي طرد روح والدتي، لكنها لما بترجع البيت بتتفاجئ انها ما بقتش تقدر تشوف الاشباح، وبتعرف انها خسرت قدرتها لانها ختمت روح راجل الاعمال بطريقة محرمة، وبتفضل مكتابة علشان روح والدتها تفضل محبوسة. بتمر فترة والبطل بتاعنا بيفضل هو والفريق يجربوا طرق كتير علشان يرجعوا قدرتها تاني، لكنهم بيفشلوا كل مرة. بتفتكر بطلتنا اللي حصل مع صاحبة المطعم، وان روح ابنها اتحررت بعد ما قدرت انها تسامح نفسها، فبتقرر هي كمان انها لازم تعمل كده. وبالليل بتبدأ تحضر الطقوس المعتادة، بس المرة دي لاخر مرة. بتغمض عينيها وبتقف في الدايرة كده، بيقلع البطل القلادة وبتستحوذ شبح والدتها عليه، وبتقدر البطل انها تشوف روح والدتها لمرة اخيرة. بتحضنها وهي بتعيط، بتعتذر علشان بسببها فضلت روحها متعلقة. والدتها بتقول لها انها كانت سعيدة وهي بتشوفها بتكبر قدام عينيها، بتطلب منها انها تعتذر للبطل علشان كانت تضحي بيه. بتعرفها كمان انها فخورة بيها وهتفضل تحبها وبتتمنى لها حياة سعيدة مع الناس اللي بتحبهم. بتودعها هنا والدتها لاخر مرة، بتبدأ روحها تتلاشى وبتختفي في سلام. بتفوق بطلتنا وبتنهار من العياط علشان مش هتشوف والدتها تاني. بيحضنها البطل وبيخفف عنها، وتاني يوم بياخدها وبيروح يزوروا قبر والدتها بعد ما اخيرا روحها ارتاحت. وبتقول له البطلة كمان انها قررت تدور على طريقة تقدر ترجع بها قدرتها علشان تكمل شغلها، وبيشجعها البطل وبيقولها ان هو واثق انها تنجح. نروح للسكرتيرة اللي بتقفل بالليل كده المكتب، وبتودع هوانج وصاحبه، وبيكونوا متأثرين لان لهم ذكريات في البيت كأنهم عيلة واحدة، لكن البطل بيكون متأكد انها ترجع تاني. وفعلا بعد سنة بترجع البطلة للبيت وبتفتح المكتب. بيروح لها البطل وبيتفاجئ انها قدرت ترجع قدرتها تاني، وبيقرر ان هو لازم يرجع المساعد بتاعها. وتاني يوم بيروح لهم كده عميل وبيقابل السكرتيرة وصاحب البطل، بيعرفوا ان في شبح في بيته، ومن هنا هتبدأ قصتنا الجديدة. بالليل بقى بتروح بطلتنا كده والبطل علشان يتأكدوا بنفسهم، وبيقرروا يكملوا حياتهم كفريق واحد. ومن هنا بينتهي المسلسل بتاعنا يا عزيز المشاهد الجميل، وانا كده عملت اللي عليا، جبت لك قصة مش عادية. كل اللي عليك دلوقتي انت كمان تشترك في القناة، عايزين نوصل للمليون سوا، نكبر العيلة بتاعتنا. وفي نفس الوقت عايزك تفعل جرس التنبيهات علشان اليوتيوب مؤثر معايا، نص كل المشاهدين اللي مفعلين ما بيجيلهمش الاشعارات. وممكن تلف لفة في القناة وتشوف مسلسل يعجبك، عند طقم مسلسلات اشباح لسه نازل الفترة الاخيرة، حاجة دمار. واقدر اقول لك دلوقتي احلى مسا عليك يا جميل. سلام.